ونبقى مشاهدينا في أخبار البلاد. اختتم مركز بدرة خير لتعليم التفصيل والخياطة تحت عنوان أو مشروعه تحت عنوان بدرة خير في مدينة جدابية. المشروع يهدف إلى تدريب كوادر من العنصر النسائي، يضم المعلمات والطالبات في مجال الصناعات التقليدية، وذلك لتعلم كيفية التفصيل والخياطة. المركز فكرة تراودنا منذ حوالي 3 سنوات، لكن ظروف ما سمحتش أنه هو يفتتح إلا في شهر أكتوبر 2017، وطبعا استقبلنا فيه عدد تقريبا 10 طالبات. المفروض كانت الدورة مدة شهرين، لكن استمرينا مع بعضنا إلى حد الآن. هنا 10 طالبات طبعا قمنا احنا مع بعضنا بالمعرض. هدف المعرض هو إنتاج وتعليم المرأة، إنتاج كوادر جديدة تكون متعلمة التفصيل والخياطة والكروشيه وإشغال الصوف والتريك والإشغال اليدوية، بعد ما لاحظنا إهمال الدولة لهذا المجال. المشغولات اليدوية هذا هو التراث الشعبي، هذا موروث ثقافي لابد من المحافظة عليه، ولابد من تشجيعه، وخاصة من الدولة وتوفير الإمكانيات المتاحة. أي دولة أو أي شعب من غير موروث ثقافي لا قيمة له.